هذا الفيديو الذي لاقى رواجاً قبل حوالي العام نال الكثير من الاستحسان والإعجاب من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وها هو ماجد العتيبي الآن ينوي المشاركة في المحافل الدولية باستخدام أطراف الجري. تعود قصة ماجد إلى عام 2011 حين تعرض لحادث مروري مروع في طريقه للمدرسة التي يعمل بها، مما أدى إلى بتر أطرافه واستخدام أطراف صناعية إلكترونية. دخلت مرحلة التأهيل، ركبت أطراف الهيدروليك في البداية، بعدها ركبت أطراف الإلكترونية. شوي شوي بديت يعني صار عندي الطموح يزيد، كنت بس ودي أتعلم كيف أمشي في البداية. بعد ما ركبت الأطراف الإلكترونية قالوا عندنا أطراف الجري ركبها، فما كرهت الحاجة هذه، صار عندي حماس زايد أني أركب أطراف الجري وأني أقدر أجري. ركبت أطراف الجري اللهم لك الحمد، فتعلمت عليها الحمد لله. أنا الآن أجهز على المشاركة في سباقات الجري إن شاء الله. واجه صعوبات في البداية وقدر يتجاوزها من خلال تأهيل مكثف في مدينة الأمير سلطان في قسم البتور. احنا نهدف في المدينة وفي قسم البتور انه نركز على تأهيل المريض بحيث انه يصل الى مستويات عالية باستخدام اطراف صناعية. يحرص ماجد على تحفيز المرضى ورفع معنوياتهم، فالتحق بدورة مساعد أخصائي علاج طبيعي ليؤكد بحسب عبارته الدائمة: الصعود إلى القمة لا يحتاج إلى أقدام بل يحتاج إلى إقدام. من مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية في الرياض، رشا خياط، العربية.